العناصر الاساسيه عندي، عندي الحمد لله مجموعه، ولكن انت برضو كنت قدام النادي الاهلي برضو بتعتمد على القوام الرئيسي اللي عندك، الناس اللي عندها خبرات رؤوف وسيد سالم، ولكن عندي مجموعه ان شاء الله تبقى تعوض الغيابات دي، وده طبيعي في الدوري. هتلاقي يعني دوري طويل، هتلاقي غيابات بتجيلك بتاع، وده اللي كنت بقول للعيبه عليها، ان كل اللعيبه هتلعب الدوري طويل، وعندي بيبقى غيابات، عندي اصابات، فبتيجي الفرصه يا رب يمسك فيها بشكل كويس ونقدر نحقق حاجه الماتش الجاي. شكرا كابتن، بشكرك، ربنا يخليك، ميرسي جدا. شكرا ليك زميلي كريم حسن شحاته، وعوده ليك مره اخرى. بشكرك يا شادي. تصريحات طبعا كابتن حماده صدقي النهارده، وزعلان هو على غياب احمد عبد الرؤوف والسيد سالم، اتنين خدوا انذارات النهارده، مش هيلعبوا ماتش الاهلي اللي جاي، وادي دجله مع النادي الاهلي يوم 20 ان شاء الله، يعني يوم السبت اللي جاي بعد اسبوع من النهارده، هتكون مباراه قويه جدا. النادي الاهلي كمان لسه عنده مباراه مع حرس الحدود ان شاء الله في الفتره القادمه، يوم الاثنين النادي الاهلي وحرس الحدود يوم الاثنين، لكن ثلاث نقاط مهمين جدا لوادي دجله، بيرفعوا رصيده ل 24 نقطه، طلائع الجيش بعد خسارته النهارده 3-0 بيبقى في نفس مركزه برصيد 19 نقطه. كابتن علاء معلش يعني كنت بنسمع تصريحات كابتن حماده، فنكمل مع حضرتك. واضح في حضرتك كابتن حماده ان هو يعني مبسوط من النتيجه، مبسوط من الاداء، مبسوط ان وادي دجله رجع للكره الحلوه، للشكل الحلو، النتائج الكبيره اللي بيعملها دايما. وطبعا يعني ومتضايق، واضح انه متضايق جدا عشان السيد سالم واحمد عبد الرؤوف. ممكن السيد سالم النهارده عمل مباراه الهدف اللي عمله الثاني كمان هدف حلو قوي، هدف ثاني حلو قوي. وزي ما كنت بتكلم من شوطين يا كريم، ان كابتن حماده ومحافظ فرقته ان هو بيلعبوا على المساحات اللي ورا مدافعي الجيش، وواضح جدا في مساحه جامده جدا ورا جديد عبد العزيز توفيق، الهدف الثالث، يعني الراجل ما عدى فيش اي مشكله خالص. فالتغطيه كانت وحشه جدا، اللي حتى اللي في القلب ناس برده ما فيش. انا حاسس النهارده فرقه الجيش اول مره لعبوا مع بعض، ما فيش تفاهم. يعني طبعا الهدف ده يعني رائع، الهدف اللي جابه استاذ سالم هدف رائع. بص لا دي كره مهاجم، دي كره مهاجم، ده الهدف الثالث برضه. بص اختراق ورا عبد العزيز، المسافه اللي بين عبد العزيز واسامه، والمسافه اللي بين احمد شديد ومعاذ، الحاجات دي كلها اختراقات واضحه جدا. وادي دجله في الشوط الثاني غيروا شويه الاختراقات، كانت يعني الشوط الاول ورا احمد شديد، صح يا كريم، الشوط الثاني وده عند عبد العزيز ورا عبد العزيز توفيق، لان المكانين تحس انهم مخترقين، يعني المساحات موجوده. وطبعا الهدف ده ممتاز، زي ما حتى يعني هي مكتوبه ان هو يجيب الهدف ده مهاب، والنهارده مهاب طبعا اهو. بص الهدف، انت مش ممكن، الراجل عمل كل حاجه حلوه بالعرض كمان، عملها ممكن اقف الهدف ده تاني، بس يعني اللي بعد كمله، بس اللي بعد ما كنت لعبت بالعرض كمان طبعا، هم اختراق ممتاز كمان. بس هنا لو سمحت بص الجديد فين كويس، وبص المهاجم فين، المفروض الشديد اللي كان واخد الراجل في صدره. الطبيعي يا كريم لازم شديد ساب الراجل، هو يبقى ليبرو بالظبط، هو اللي قافل يعني، لازم شديد يبقى هو اللي قافل ساب الراجل ده، وهو الوقت المغطي الناس دي كلها. طبعا التغطيه العكسيه، انا من الاخر يا كريم، الجيش النهارده عملوا اخطاء كتير جدا، تغطيه وحشه، العكسيه وحشه قوي، عشان كده كلها اهداف حتى حلوه بتاعتهم كمان. طيب هنروح تاني ملعب المباراه، استاد الدفاع الجوي، مع زميلي محمد طه، ومعاه دودو الجباس هداف نادي وادي دجله، واللي احرز النهارده الهدفين، الهدف الاول والهدف الثاني. كابتن كريم مجددا وضيوفك، ما زلنا في ارض الملعب، معي دودو الجباس صاحب هدفين من هدف لقاء اليوم. دودو في البدايه مبروك النهارده، فوز مهم جدا، بتحطكوا في المركز الثالث، مبروك انت ليك النهارده تقدم في هدفين، وبدات تخش بقى في منافسه على هدف الدوري. الله يبارك فيك وربنا يخليك. الحمد لله فوز مهم طبعا جدا على فرقه محترمه جدا، فرقه الجيش عندها لعيبه هايله، فرقه يعني فرق بيننا وبينهم تقريبا كان نقطتين قبل الماتش، عاملين موسم هايل، كان ماتش جامد طبعا. الحمد لله الفرقه كنا مركزين، بالذات بعد الماتش اللي فات اللي تعادلنا فيه مع النصر، يعني كنا المفروض نكسب الماتش ده، وكان في يعني شويه دلع كده مننا في الماتش ده، لكن اللعيبه النهارده كانت رجاله، والحمد لله عملنا اداء كويس ونتيجه، فالحمد لله ان الاداء والنتيجه كانوا كويسين، وطبعا فوز مهم جدا بالنسبه لنا. 20 نقطه بخطه ثابته، دجله بيصعد للمركز الثالث بهدوء كده، يعني ايه السر في التوليفه دي؟ السر والله في النظام وفي الالتزام وفي السيستم اللي موجود في النادي، يعني السيستم اللي موجود في النادي من الاداره، مريحين اللعيبه في كل حاجه، في سيستم في النادي، كل واحد عارف شغله، زائد طبعا الجهاز الفني كابتن حماده وكابتن كل الجهاز الفني اللي معاه، في استقرار، في هدوء، في اجتهاد من كل اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها عايز تعمل حاجه،
والحمد لله ان يعني انا شايف يعني منظومه وادي دجله مش ناقصه حاجه ان هي يبقى فرقه من الفرقه اللي بتنافس في المراكز الكويسه. يا رب الحمد لله، يا رب يعني نكمل زي ما احنا كده يا رب. احنا قبل المباراه قلنا المباراه صعبه حتى على الورق، لكن بدات المباراه يمكن اول 40 دقيقه حتى من الشوط الاول استحواذ كامل لدجله، الشوط الثاني برضه هكذا، كان تركيز جيش ضايع خالص النهارده. يعني زي ما انت ممكن تكون، لكن احنا برضو زي ما انا بقول لك تركيزنا كان عالي جدا، اللعيبه من اول دقيقه في الماتش مركزين، كله بيقوم بدوره كويس، كله حاسس بالمسؤوليه ان احنا في مكان كويس دلوقتي مش عايزين نفقده يعني، وبالذات الماتشات اللي بتبقى مع فرق قريبه منك دي هي دي اللي ممكن يعني اللي بتفرق معاك في الدوري. فالحمد لله اللعيبه كانت مركزه من اول الماتش زي ما انت بتقول. الشوط الاولاني الحمد لله يعني احنا كنا ماسكين الكوره واحنا الاخطر، الشوط الثاني نفس الكلام لعبنا على المرتدات والحمد لله قدرنا نحرز هدفين، فانا شايف ان اداء النهارده كان هايل يعني من اللعيبه كلها. برضو مركز وما شاء الله يعني بدات النهارده تركز يعني، وشايف انك هتنافس على هدف الدوري بقى الفتره الجايه. يا رب، انا اهم حاجه عندي ان الفرقه تبقى ماشيه كويس وان انا ابقى ماشي كويس. الحمد لله الاهداف دي يعني بتبقى توفيق الحمد لله، لو حتى تشوف الماتشات اللي فاتت انا اذا كان مش بجيب جون بعمل جون، بحاول اعمل اللي عليا في الملعب، والاهداف دي توفيق، واهم حاجه ان الاهداف دي بتيجي بفوز الفرقه، ويا رب يعني اقدر اساعد الفرقه كده على طول. ماتش الاهلي شايفه ازاي؟ يكون صعب جدا طبعا، ماتش صعب جدا. الاهلي لسه يعني كسبان بطوله، مبروك ليه طبعا، لسه كسبان بطوله فعنده الثقه وعنده النشوه بتاعه الفوز يعني، وكسبان الماتش اللي فات ضد سموحه، لكن احنا عندنا ثقه، احنا الحمد لله بنلعب كل الفرق يعني زي بعض، ما بتفرقش معانا فرقه كبيره ولا فرقه صغيره، مركزين كل ماتش بماتشه، والماتشات اللي فاتت ادتنا ثقه، فاعتقد ان احنا عندنا ثقه ان احنا نقدر ان شاء الله نعمل ماتش كويس باذن الله. حابين يباركوا لك برده، لو عايزين يشاركونا كابتن كريم وضيوفك لو حابب تشارك دودو الجباس وضيوفك اتفضل. محمد قول لدودو مبروك، عايز اساله بس على بقى مميز قوي في انه الكرات العرضيه بياخدها بالزحلقه، هل ده فرق معاه الاحتراف في اوروبا ان كل الاهداف اغلبها دلوقتي بيكمل على المرمى بيحطها وفيها زحلقه شويه؟ كابتن وليد بيبص عليك وبيبارك لك وبيقول لك يعني الكرات العرضيه غالبها انت بتزحلق كده في الكوره وبتجيبها بطريقه هل ده فرق معاك من الاحتراف الاوروبي من الكره العرضيه كلها بتجيبها كده بزحلقه يعني؟ يعني انا بحاول اجمل الحركه يعني، بحاول ما بقاش واقف يعني، فانا لما بجيب الحركه بحاول ان زي ما الكابتن بيقول ان ساعات الكره بتبقى سريعه يعني، الجون الثاني جايه سريعه قوي فانا بحاول المسها بس، فبحاول ان انا لو انا قريب من الارض ممكن ما تقلقش مني قوي، فبحاول انزل شويه على الارض عشان ما تقلقش مني يعني. لو في اي اسئله تانية اتفضل كابتن كريم وضيوفك. محمد بس بلغ دودو الحقيقه ان احنا بنحييه، والحقيقه احنا متابعين مستواه من اول الموسم، اعتقد انه في اول موسم كان عنده شويه بعض المشاكل البدنيه، انما امكانياته وقدراته طبعا، انما احنا شايفينه الحقيقه مش بس عشان جاب جونين النهارده، انما حالته وفي نفس الوقت كورته وسرعته والتفاهم ما بينه وما بين مهاب وما بين حسام عرفات الحقيقه عم بيعملها بشكل كويس جدا يعني. يعني هم في الاستوديو كلهم بيحيوك، كابتن نادر بيحييك وبيقول لك يعني شايف في تفاهم بينك وبين مهاب باستثناء الجون اللي جت النهارده، لكن انت مش كويس الحمد لله. الحمد لله طبعا، شكرا كابتن نادر. الحمد لله انا مش الحمد لله بحاول ان انا اظهر بصوره كويسه، الميزه كمان الحمد لله الفرقه ماشيه بصوره كويسه، انا مركز الحمد لله ان شاء الله ان اعمل موسم كويس، وان الفرقه كمان يعني لو تشوف اللعيبه كلها مركزه ان تعمل فرقه يعني موسم كويس، ويا رب نفضل كده على طول والتفاهم يفضل موجود. بسلم على كابتن نادر واقول له عايزين، بقول له عايزين نسافر بلجيكا مع بعض بقى مره. لان اخر مره هو دودو كان بشكرك يا محمد. كنا جايين مع بعض في نفس الطياره. بشكرك وبارك لنا لدودو الجباس، لعب في فتره في بلجيكا انت طبعا يعني. بس هو طبعا جه بعد ما بعديك بعديها بكتير بس جدا. بس قابلتوا بعض شكلكم؟ قابلنا واحنا جايين في الطياره، كان هو المدام بتاعته كان اعتقد ان كان بقى جاي على مصر او حاجه زي كده يعني. وانت كنت في بلجيكا بتخلص حاجات؟ كنت انا والولاد في بلجيكا. صح، الاحتراف واضح انه فرق معاه قوي في المساله اللي هي العجون يعني، تحس ان هو بقى مهاجم اوروبي يعني، مهاجم مصري بس بطراز اوروبي. واضح ان هو الحاجات اللي عايزه زحلقه، الحاجات اللي عايزه قوه، الحاجات اللي عايزه انه يطير عليها بيعملها بشكل كويس قوي. واضح ان الاحتراف فرق معاه في الجزئيه دي. كابتن نادر يعني زي ما سالت كابتن علاء ميهوب وقلت له الشوط الثاني ما اختلفش كتير عن الشوط الاول، نفس الاداء الرائع من وادي دجله، نفس السيطره، نفس الاستحواذ، نفس الخطوره، ويمكن وادي دجله كمان في الشوط الثاني سجل هدفين. وادي يعني باين الحقيقه
مع الاداء اللي احنا شفناه لوادي دجله سواء كان الدفاعي او الهجومي واداء التحفظي للاعيبه طلاء الجيش الحقيقه طبعا بالنظام اللي حطه كابتن طلعت يوسف معاهم باين جدا الفرق في الاداء وفي التحرر سواء كان تحرر في الاماكن او المراكز او حتى في التحرر في التفكير والقرارات يعني انما ده ما قللش ابدا من تامين وادي دجله في الناحيه الدفاعيه واعتماده على انا بعتبرهم هم رباعي الدفاع بدايه من امير عبد الحميد مع تاحه مع نبيل مع المرغني دول هم يعتبروا هم الحجر الدفاعي لوادي دجله وانا بضم امير معاهم لان امير الحقيقه كان ليه دور كبير جدا في ادائه حتى انا شايف انا ممكن اخترت في الدقيقه 71 كمان لو احنا وقفنا الكلام ده بعد الاهداف او بعد الهدف الثالث اللي عمله مهاب كابتن احمد الصدقي بيبين قد ايه احترامه لطلائع الجيش هو ما فتحش خطوطه انما رجع مهاب سعيد ورجع دودو الجباس في منطقه نص الملعب وعمل زون دفاعي الكلام ده بعد ثلاثه انما مش قبل ثلاثه قبل ثلاثه في بدايه المباراه كان في انطلاقات هجوميه كبيره جدا عن طريق مهاب سعيد وحسام عرفات اللي ادى ماتش كويس جدا جدا النهارده ودودو الجباس ومعاه ستانلي يعني دايما بيبقى في راس حربه صريح وواضح سواء كان ستانلي او دودو الجباس مع حسام عرفات من ناحيه اليمين او ناحيه الشمال يعني ادى حريه في الحركه معاهم فبالتالي بيبقى في صعوبه كبيره جدا من لعيبه طلاء الجيش ان هم يعملوا رقابه دفاعيه عليهم وفي نفس الوقت كمان بيخلقوا مساحات كتيره جدا فاضيه في منطقه العمق او منطقه الاجناب عن طريق طلاء الجيش او في فريق طلاء الجيش مفيش شك ان امير عبد الحميد الحقيقه اداؤه ثابت جدا سواء كان في مباراه اليوم او المباراه السابقه وكما يعني اشدنا قبل كده بامير وبكابتن فكري صالح انما وادي دجله الحقيقه من الفرق الممتعه جدا في الدوري الممتاز بيلعبوا بشكل واضح وصريح حتى مع تغييرات اللاعبين بنشوف النهارده اسلام عادل حتى لو هو مش موجود في منطقه نص ملعب احمد مرغني بيأدي بشكل كويس جدا مأمن منطقه نص ملعب عنده استحواذ كبير جدا للكوره في اختراقات وفي تفاهم واضح جدا لان مش بس بيعتمدوا على التمرير في العمق وعلى سرعه مهاب سعيد او على سرعه دودو الجباس انما كمان في امتلاك في الكوره يعني بنشوف كتير جدا تمريرات في منطقه نص الملعب الهجومي مهاب سعيد فارق جدا معاه ان هو عنده خبره وعنده حنكه وفي نفس الوقت كمان يقدر ان هو يمسك كره امتى ويلعبها امتى بيلعب براحه كبيره جدا ده بيبين ان المدير الفني كابتن حماد الصدي مديهم ثقه كبيره جدا ومديهم راحه وهم بيلعبوا يعني زي ما بقول لدودو الجباس ده فيها رؤيه هايله من حسام عرفات وفي نفس الوقت في تفاهم ما بينه وما بين دودو الجباس ده اللي انا بتكلم فيه ان حتى اهداف وادي دجله عشوائيه بل بالعكس هي اهداف كلها مكرره ثلاث اهداف زي بعض زي بعض بس كمان في تمرير يعني في باس وتمريره وتمريره وده يبين ان هم يعني فاهمين هم بيعملوا ايه بيلعبوا على 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 جمله معينه او بيلعبوا على اختراق فريق طلاء الجيش من الاطراف يعني ثلاث اهداف النهارده من كور عرضيه بالظبط انا يمكن قلت للمهندس فرج عامر واحنا بنتكلم على على المدرب لافاني الفارق الوحيد ما بين طبعا في فروق فنيه وفروق خططيه بالنسبه له بالنسبه لكابتن حماده الصدقي انما الواضح ان كابتن حماده الصدقي الحقيقه مديهم راحه يعني مش عامل ضغوط عصبيه عليهم فاللعيبه بتلعب وهم مرتاحين بيبان قوي ان ممكن يكون عنده توتر او عنده قبل ال 18 طب يشوط طب خايف طب قلقان بالعكس بتلاقي في تمريره واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده تمريره في العمق اللي هي اللي احنا شفناها قدامنا دي مهاب سعيد فانا بحيي الحقيقه كابتن حماده الصدقي وبحيي لعيبه وادي دجله عملوا مباراه كبيره انما التحفظات الدفاعيه والتنظيم لكابتن طلعت يوسف اثرت كتير جدا وباين قوي في حتى في التغييرات كابتن كريم حتى في الاهداف هتلاقي ان تغييرات كابتن حماد صدقي ليها مدلول معين وليها هدف معين سواء كان بتغييرات اسلام عادل في نقطه نص الملعب مكان مهاب سعيد او حمص عشان يعمل يبقى محور ارتكاز في الدقيقه 88 يدي امتلاك اكتر للكوره ومحمود مكي اعتقد ان كابتن حماد صدقي بيديله فرصه النهارده ان هو يلعب مكان ستانلي ان محمود مكي ان عنده اعتقد ان هو لاعب بيديله الثقه وبيديله امكانيه ان هو يشارك مع الفريق في وقت ما فيهوش ضغوط عصبيه على
مكي او في ضغوط عصبيه على اللاعب اللي هو لسه هيشترك مع الفريق. حمص وجوده دايما وابدا سواء كان في الشوط الاول او في الشوط الثاني او بدايه المباراه. الحقيقه انا من اللعيبه المميزين، عشان كده بنتكلم في بدايه الاستوديو ان العدد او كتر العدد في منطقه نص ملعب ما بيعنيش ان انت بيمتلك، انما واحد زي حمص لو هو موجود في نص ملعب معنى كده انك انت هتمتلك الكره في نص ملعب وتقدر تبني هجمات كويسه. فازل يستحق النهارده كابتن وليد. طبعا مليون في الميه. في ايام كده كابتن كريم بيجي فيها يعني اداء سيء لكل الفرقه، حتى كمان من وجهه نظر بالمدير الفني. يعني النهارده طلاع الجيش اداء سيء جدا لكل افراد الفريق، بستثني بس معتز اينو عمل مجهود كبير قوي هو وسعيد كمال شويه، بقيت الفريق كله كان بره الفورمه حتى بالكابتن طلعت نفسه. انا عندي حالتين. ايوه دي الحاله، اقف هنا معلش يا بيون اوريك. دي في الدقيقه 48 بتبين ان الكابتن طلعت نزل الشوط الثاني برضو بدون تغيير، فهنا الراجل راح على حته مؤثره جدا، لكن مفيش غير للاسف اوسو كونان بس هو اللي في ال 18 وممسوك، فبالتالي مش لاقي حد يعمل له كره، فكر انه يطلع الكره دي لاسلام كمال جاي من بره لكن اتقطعت. فدي واحده بتبين لك ان برضو القله العدديه في ال 18 فرقة جدا مع فريق طلاع الجيش. كنت اتمنى من الكابتن طلعت ان هو لازم يبقى بين الشوطين. دي حالة تانية برضو في الدقيقة 48 و50 برضو فيها زيادة عددية، لكن في الاخر بس وقف هنا برضو هتفاجأ برضو مفيش حد، راس حربة واحد واقف في وسط 3-4. المسألة صعبة جدا ان انت تجيب الكرة دي جون، 3-6-7 اصفر على 3 ابيض، المسألة صعبة جدا. الحالة الثالثة بقى بعد لما نزل عرف السيد، بس نزل في الدقيقة خلاص 57 وكان الإحباط بقى تملك من طلائع الجيش، وكان وادي دجلة أحرز الهدف الثاني. وقف هنا معلش، أيوه هنا بص الزيادة هنا بقى سهل جدا لو أوسو كونان عملها زحلقها بس بدماغه لعرف السيد، ده هيبقى هدف. فهنا الزيادة العددية بتحسسك، ودي فاول ما حسبهاش حكم المباراة، فهنا بدأ طلائع الجيش يبقى ليه ريحة خطورة. الحالة اللي بعد كده في الدقيقة 68 برضو بتبين لك الزيادة. بص هنا دي هجمة كده، هجمة شكلها حلو، هجمة شكلها بكثافة عددية. ايوة اوقف هنا كده، بص ده عدد 3 في 18 واتنين عاملين جملة ناحية الشمال، وهتروح كمان ناحية اليمين لواحد كمان بهاجم ب7 لعيبة. بص الشكل عامل ازاي، كانت النتيجه 3 خلاص كانت خلصت يعني. انا بقى برافو عليك، انا اللي باكد بيه كلامي ان كان الكابتن طلعت يستعجل شويه، احنا توقعنا تدخله خلاص يا بيومي. انت قلت لي فعلا عرف السيد هينزل مكان شهاب، بس لازم من بدري شويه يعني احنا توقعنا التدخل، لازم تدي احساس للعبتك بين الشوطين انت خسران، لا لازم ارجع للماتش. وعايز اكد على حاجه كابتن كريم، ان النتيجه بتفرق والتوقيت بيفرق. بمعنى ايه؟ انا لو مغلوب 1-0 والتغييره دي موجوده الفرقه بتبقى متاكده انها راجعه في الجيم، لكن لما بغير التغييره دي وهي 2 او هي 3 بتبقى صعب، بيبقى الموضوع بقى صعب، بقى فيه تملك للاحباط من الفرقه كلها. فهنا تدخل المدير الفني. شهاب ماله؟ شهاب بعيد. شهاب بعيد يعني عنده مشكله طبعا ان هو لما ما بيكونش موجود في الفرقه بيزعل، وللامانه ده احد الاسباب اللي عجل بمشيانه من النادي الاهلي. يعني خلينا اكون صريح معاك، شهاب ما كانش هيمشي من النادي الاهلي، لكن شهاب شويه بيتاثر بصوره مباشره وبشكل كبير من عدم وجوده في الفرقه، او ان هو يقعد احتياطي وما يلعبش، فبيبان على وشه وبيبان على ادائه وبيبان على تمرينه وبيبان على ردود افعاله. فالحته دي عجلت شويه بمشيان شهاب من النادي الاهلي، وما كانش يمشي للامانه، لان هو برضه يظل انه في الحالة اللي هو كان فيها احسن من صفقات جات النادي الاهلي. انا ده رأيي، لكن برضو لو شهاب هيفضل بنفس العقلية الغير احترافية دي هتأثر عليه في اي نادي هيروح، وهتأثر عليه في طلائع الجيش ومأثرة عليه، وحتى لو مشي من طلائع الجيش راح نادي تاني بنفس الفكر هيبقى عنده مشكلة. فده انا بقوله، بص مثلا على ايمن عبد العزيز في مصر المقص، بص لما لعب كان كويس، لما كابتن ايهاب جلال قعده برضه ما زعلش، ولما نزل كان كويس. طيب هنروح تاني استاد الدفاع الجوي مع شادي المأمور ومعاه الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش.
ليك زميلي كريم، معايا طبعا كابتن طلعت يوسف المدير الفني لنادي طلائع الجيش. كابتن هارد لك النهارده طبعا، اكيد انت غير راضي عن اداء الفريق في هذا اللقاء. ما فيش شك يعني، بصرف النظر عن النتيجه يعني اكيد الاداء كان بعيد كل البعد عن ما هو كان بيفترض ان هو يكون بعد ماتش الشرطه. في قصور كبير جدا في الاداء يعني، الروح يعني في فرق كبير جدا ما بين الروح اللي موجوده جوه فرقه دجله والرغبه في تحقيق الهدف وما بين الروح اللي موجوده عندنا، يعني بتظهر على فترات. التركيز ما كانش على المستوى المطلوب، يعني انا مش لاقي مبرر لده، خصوصا وان احنا يعني مش محققين انجازات في الفتره. تكسب ماتش ولا ماتشين، كسبنا بتروجيت، كسبنا الشرطه، ده شيء وارد وقد يكون طبيعي يعني، ما فيش ما يستدعي ابدا انك تتصور انك بطل وتتعامل بـ بـ يعني بعنجهية بلا داعي يعني. فاكيد هتبقى في وقفه، لكن احنا في ماتش الشرطه انا قلت لهم الاسبوع اللي فات احنا مرينا بالشوط الاول ادينا برضو شويه بنوع من التراخي وخرجنا 1-1. الشوط الثاني لما دخلنا واتكلمنا يعني بدأت الروح تتواجد، قدرنا نحقق فوز. النهاردة لا، من بداية المباراة وحتى نهايتها على فترات بسيطة جدا جدا بتحس ان هناك رغبة في التعويض، لكن كانت غير كافية. حضرتك كابتن اكيد اديتهم تعليمات محدش نفذها قبل اللقاء، ده اللي مزعل حضرتك؟ لا اكيد، اللي يشوف الماتش يقول ما فيش حاجة خالص نفذت من غير تعليمات يعني حتى من غير تعليمات من غيري خالص، اكيد في اساسيات مش موجوده جوه الملعب النهارده يعني. احساسهم بالانتماء للمكان انا مش حاسه للاسف يعني انت حاسس كابتن اللعيبه ما عندهاش روح، او اللعيبه بتلعب من غير روح، او ما عندهمش نفس ان هم يلعبوا، ده باين في الملعب. ما عندهمش نفس، اللي ما عندوش نفس ما يلعبش كوره، انما النهارده دي باينه يعني. يعني اتمنى بقى انه الفتره الجايه يكون هناك يعني درس نقدر نستفيد منه او هم يستفيدوا منه يعني. كان في بعض اللعيبه اللي لعبت مباراه الشرطه حضرتك ما بداتش بيها اللقاء في مباراه النهارده، كان ايه الاسباب مع ان حضرتك كنت كسبان مباراه الشرطه 3؟ مين؟ اعتقد اسلام عادل. اسلام كمال؟ لا، اسلام كمال بدا النهارده المباراه، اوسو بدا النهارده المباراه، عبد العزيز بدأ المباراة وما كانش موجود الماتش اللي فات لأنه كان عنده 3 انذارات. لا في قوام يعني، في قوام 8-9 موجودين، ما تغير في 1 أو 2 ده شيء طبيعي جدا. عرفة كان مصاب ورجوعه لازم يبقى بالتدريج، وبالتالي هو النهاردة نزل أخذ شوط تقريبا أو حوالي 40 دقيقة. فيما عدا ذلك يعني ما فيش أي تغييرات جوهرية تخلي شكل الأداء من مباراة الشرطة للنهاردة تبقى بالشكل ده. كابتن كريم، اي سؤال لكابتن طلعت؟ شادي بس تحياتنا لكابتن طلعت، بس يعني سريعا احنا كنا عايزين نعرف هل السيناريو الماتش اللي كان حاطه النهاردة ايه؟ هل يخرج بتعادل بمكسب ان هو يهاجم في الاول، ولا يتحفظ دفاعيا وبعد كده يهاجم؟ يعني السيناريو المتوقع، وهل هو كان كما توقع او غير متوقع بالنسبة له في البداية؟ كابتن نادر بيرحب بحضرتك، بيقول لك السيناريو اللي حضرتك كنت حاطه للقاء النهارده، هل ده كان متوقع ان هو يحصل ده، ولا كان حضرتك كنت شايف المباراه بشكل تاني؟ لا اكيد يعني انا كنت شايف المباراه انها تخرج بالشكل ده، اكيد. لا طبعا شايف المباراه تخرج بالاداء ده او بالنتيجه دي، لا اكيد طبعا لا يعني. بس احنا برضو جات لنا يعني 3 فرص 4 فرص كان ممكن يبقى فيه نوع من التعديل للنتيجة في البدايات، ما وفقناش فيها. دجلة جالها كم من الفرص، قدروا يستغلوا ال3 فرص بشكل جيد جدا ومتميز، ودي قدرات لاعبين. لكن السيناريو اكيد ما كانش بالشكل ده يعني. احنا كان هدفنا في المقام الاول اننا نسيطر على منطقة نص الملعب، لعبنا ب3 شهاب وإينو وحنفي، وكان في حريه لإينو ولحنفي شويه والشهاب شويه بالحركه اللي قدام، ده ما حصلش. حته الضغط على في منطقه نص ملعبهم كانت سيئه جدا، وبالتالي انا اضطريت ان انا اعدل من الطريقه واعدل من الافراد جوه الملعب خلال الشوط الثاني. حاولت ان انا نعزز قدراتنا الهجوميه بنزول اوكا ونزول عرفه، لكن زي ما قلت لك يعني حته القلب ما كانتش موجوده بالقدر الكافي، واتصور ان دي نقطه مهمه جدا. لو مش موجوده عند لاعب
هيبقى في صعوبه في ان هو يعني يؤدي بشكل جيد. هل حضرتك اتكلمت مع اللعيبه بعد المباراه على روحهم في الملعب؟ انا بعد المباراه واحنا سواء كنت كاسب او خسران ما بتكلمش مع اللعيبه خالص، لانه كلام في الوقت ده بيبقى شويه يعني قد يكون غير مدروس وقد يصاحبه شيء من الانفعال، بالرغم من ان انا ممكن اكون هادي لكن برضه ما بحبش. بكره في تمرين، ففي تجمع قبل التمرين اكيد وبنقعد ونتكلم وقد يكون هناك تعنيف وقد تكون هناك قرارات وقد يكون هناك مواساة. يعني انا في ماتش انبي احنا خسرنا 3، تاني يوم انا اليوم ده دخلت لهم الاوضة بعد الماتش قلت لهم انا كنت راضي عن ادائهم وحسيت انه حصل نوع من الظلم علينا يعني في النهاردة. لا طبعا يعني اكيد هتبقى في وقفة يعني. كابتن بالنسبة لمباراة الاتحاد السكندري وبتفكروا بيها ازاي؟ مباراة الاتحاد يعني مباراة زي اي مباراة، احنا عندنا مباراة يوم الاربعاء فما عندناش وقت يعني. انت بتتكلم حد اتنين تلات تقريبا، فيش التمرين بيبقى يعني خفيف جدا جدا عشان الولاد يستعيدوا يعني قدراتهم البدنية على الاقل، وهيبقى في تصحيح اكيد للطريقة وقد يكون هناك تعديل في التشكيل. صعب دلوقتي يعني ان انا اوضح الامور، مش في دماغي قرار كامل يعني. سألت ان كابتن حسام حسن استغنى عن ابن حضرتك في نادي الاتحاد السكندري؟ اطلاقا، ده انا سعدت جدا وكويس ان انت سالتني السؤال ده. انا اسعد بني ادم ممكن يكون في مصر في الوسط الرياضي عشان ده حصل يعني، ولسببين. السبب الاول هو ان انا ما كنتش حابب ان هو يكون موجود، قد يتعرض لضغوط وهو لسه صغير. نمره 2 ان ده حق اصيل للجهاز الفني في انه يقرر مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. نمرة 3 ودي الاهم واللي لازم تبقى واضحة، هو انه عمر ابني لما تعاقد مع نادي الاتحاد او لما نادي الاتحاد تعاقد معه تعاقد بقرار بعيد عني خالص، لانه هو كان رايح الرجاء وكان الامور منتهية وخلاص هيروح يمضي. جالي تليفون من نائب رئيس النادي وجالي تليفون من رئيس النادي وقالوا ما ينفعش يطلع بره نادي الاتحاد، ده ابننا وكانت في الحاحة لان هو يتواجد. قلت لهم انا حوافق لان هو يتواجد داخل نادي الاتحاد بشرط ان عقده يبقى 10,000 جنيه، وال10,000 جنيه دولت انا اللي هسددهم، النادي مش هيدفع ولا مليم خلاص. فعمر تواجد في النادي لمدة 3 شهور أو 4 شهور بلا ما اخدش مليم من نادي الاتحاد. نادي الاتحاد بيستغنى عنه، ده حق اصيل للجهاز الفني ولمجلس الاداره، ما حدش يقدر يلومهم عليه. بالاضافه لان انا زي ما بقول لك انا شخصيا سعدت جدا جدا بان هو خرج في الفتره دي عشان يبعد عن الضغوط النفسيه اللي ممكن يتعرض لها. كريم اي سؤال تاني للكابتن طلعت يوسف؟ شادي يعني مسي على الكابتن طلعت وقول له هارد لك. انا عايز اساله بس، هو ابتدى بعادل بلال كباك ليفت المباراه اللي فاتت واحمد شديد قناوي كان في نص الملعب، هل التغيير في بعض اللعيبه في اماكنهم يقول ان لسه الكابتن طلعت ما حطش بصمه او ما تاكدش من كل امكانيات اللعيبه، وليه اتاخر في تغيير عرفة السيد النهارده؟ اول حاجه حضرتك ليه اتاخرت في تغيير عرفة السيد النهارده؟ ويمكن انت بدات اللقاء اللي فات بعادل بلال مكان اسلام كمال، مظبوط؟ بدات بعادل بلال باك ليفت وشديد كان قدامه. الجبهه دي ما كانتش مريحه بالنسبه لي خصوصا في اداء ادوارها الهجوميه، فحبيت النهارده ان انا ارجع شديد مكانه واحط قدامه اسلام كمال. الاداء بشكل عام ما كانش على المستوى المطلوب، لكن عادل لعيب كويس جدا واكيد هيبقى له دور في الفتره الجايه، وده ما يقللش ابدا من امكانيات. وارد انت مش ما فيش قران ودستور بيقول ان انت لما تكسب النهارده بالفرقه دي ال11 لازم يبداوا، لما يحصل تغيير في واحد ده شيء طبيعي جدا. موضوع عرفه انا قلت ان هو مصاب، عرفه ما ينفعش، وممكن ما يكونش مصاب وما لعبوش برضه يعني، انما الواقع النهارده بيقول ايه؟ ان عرفه مصاب راجع من المنتخب من معسكر المنتخب في حاله بدنيه مش مريحه. لما اخد شغل معانا اتعرض لشد في العضله الخلفيه، بعد طلع بره ال 18 في الماتش اللي فات، واتعمل له تيست قبل الماتش بيوم قبل ماتش الشرطه ما قدرش فطلع بره ال 18. النهارده هو بيدخل ال 18، لازم يدخل بالتدريج عشان نحافظ عليه وعشان نضمن استمراريته.
بس بشرط ان هو يكون عنده الرغبه في ان هو يتواجد ويشتغل ويتمرن كويس. يعني بالنسبه لاستبعاد محمود فتح الله، فتح الله يعني المجموعه اللي بتلعب تحت هي مستقره بقالها فتره طويله، اسامه عزب ومعاذ تحديدا يعني، انما فتح الله لعيب خبراته اكيد ما حدش يقدر ينكرها، واكيد في الفتره الجايه اكيد هيبقى له دور ان شاء الله. شكرا ليك يا كريم، وعوده ليك مره اخرى. بشكرك يا شادي من استاد الدفاع الجوي، لقاء مع كابتن طلعت يوسف، وقال لنا موضوع عمر طلعت يوسف ده ما كناش نعرف التفاصيل دي برضه. وبنشكر الكابتن طلعت انه احنا بنشكر كل المديرين الفنيين بالذات في حاله الهزيمه، يعني في حاله الفوز كل الدنيا بتبقى عايزه تتكلم، لكن نحترم جدا جدا المدير الفني اللي يقف يتلقى اسئله وهو في حاله الهزيمه، ده احنا بنشكره لان ده بيفيدنا في شغلنا. انا سالت سؤال مهم جدا من وجهه نظري عادل بلال، وكلام الكابتن طلعت ياكد لي ان هو الاسبوع الجاي غالبا هيرجع للي كان عليه في اتحاد الشرطه، عادل بلال باك ليفت واحمد شديد هو اللي قدامه، لان الحته اللي قال عليها الكابتن علاء مهيوب مهمه جدا، اللي هي ورا احمد شديد قناوي ورا عبد العزيز توفيق، فتتقفل ازاي؟ هي تتقفل كده. فبالتالي يعني ردود المدير الفني في حاله الخساره بيفيدنا احنا كاستوديو. انا عندي معلومه بالنسبه لفتح الله ان هو بشكل كبير هيحترف الدوري الكويتي والله في شهر يناير القادم، عنده عرض من نادي النصر. هو فتح الله صديقي، بس انا يعني عرفت كده ان هو بشكل كبير ما قاليش فتح الله، بس انا معلومه جات لي من الكويت ان هو بشكل كبير وقع على نادي النصر الكويتي بالاتفاق مع نادي طلائع الجيش، وهنحاول نجيب فتح الله ونتاكد منه على الهواء. انا بس عايز اوضح عشان اعتقد ان في التاخير في الصوت، انا ما كانش قصدي ان انا بقول كلام طبعا لكابتن طلعت، ما كانش قصدي ان هو يتوقع سيناريو الخساره اكيد يعني، انما ايه انهي سيناريو كان بيتوقعه؟ انت كنت حاطه للماتش. انت كنت حاطه للماتش يعني كما يعني توقعته، ايه العكس بتاعه؟ طب هنروح تاني لاستاد الدفاع الجوي مع مهاب سعيد لاعب وادي دجله. مستمرة كابتن كريم وضيوفك، معايا كابتن مهاب سعيد لاعب دجلة، واحد النهارده من نجوم اللقاء. مبروك يا مهاب النهارده، ثلاث نقط غالية جدا النهارده بيحطوا دجلة في المركز الثالث، مبروك ليك الهدف النهارده والتألق ما شاء الله. الله يبارك فيك. والله الحمد لله احنا كنا نازلين عاملين فرقة الجيش بشكل كويس، خصوصا بعد ماتش النصر اللي فات كان عندنا يعني ما كناش كويسين فيه شوية، والحمد لله ربنا النهارده عملنا حاجة كويسة، والفرقة كله كان بيأدي بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، وكله عمل أداء كويس في الملعب، والحمد لله كسبنا ثلاثة يعني الحمد لله. يمكن من أول الشوط الأول أنتم مسيطرين، رغم أن حتى المباراة زي ما كنا بنقول فنيا كانت قبل المباراة صعبة شوية بالنسبة للفرقتين لتقاربهم في النقاط، لكن سهلت عليكم المباراة لسوء النهاردة أداء فريق الجيش. والله زي ما قلت لك طبعا احنا كنا نازلين عاملين حساب الماتش كويس قوي، وطبعا فريق الجيش تحتينا ببونت تقريبا او بونتين، فهو لو كسبنا هيعدينا، فاحنا كنا عاملين حساب كده كويس، هم فرقه كويسه مش من اول السنه كويس، معهم كابتن طلعت يوسف طبعا مدرب قدير طبعا، فالحمد لله يعني الفرقه كانت عامله حساب الفرقه كويس الحمد لله. احنا ماتش النصر كنا نازلين شويه يعني ريلاكس شويه، فالحمد لله الماتش ده يعني كنا مركزين قوي وعايزين نكسب، خصوصا عندنا الماتش الجاي النادي الاهلي، فالحمد لله عشان الاداء يعلى ان شاء الله الماتش الاهلي باذن الله. خدني لسؤال النادي الاهلي، شايف مباراه النادي الاهلي ازاي يا مهاب؟ طبعا النادي الاهلي فريق كبير طبعا وفريق بطولات، بس احنا يعني بناخد كل ماتش بماتش، ويعني بنركز دول 3 بونت زي اي 3 بونت، فهننزل نعمل نفس الاداء ان شاء الله ونعمل اللي علينا، والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله. الحركه ما زالت كابتن حمد صدقي بيديها لك في الناحيه اللي قدام، وبرضه بتقوم بواجبات دفاعيه. فيها تعب شويه، بس هو كابتن حماده يعني تقريبا انا ديفندر ثالث يعني مش تحت الفيرود، فعشان كده بتطلب مني ان انا انزل نص الملعب كتير، يعني مثلا رؤوف ساعات بيزيد، المرغني النهارده كان بيزيد، انا كنت برجع اعطيهم شويه كده، فاحنا الثلاثه كنا يعني ما فيش مركزيه بيننا احنا الثلاثه، فالحمد لله كابتن حماده برضو بيثق فيا، والحمد لله ان اكون قد ثقته يعني الحمد لله. اطلق على الاتوبيس، لكن سؤال اخير يعني شايف ازاي المنافسه على الدوري وانتوا دلوقتي في المركز الثالث ولسه في ماتشات الفتره اللي جايه كمان بعد الاهلي؟ لا والله هو لسه بدري يعني، هو لسه بدري قوي على الدوري ده والكلام دوت، احنا بناخد كل ماتش بماتش زي ما قلت لك يا طه، وبنعمل حساب الفرق كويس وبنستعد لها كويس، وربنا بيكرمنا في الاخر على قد التعب اللي احنا بنتعبه، فموضوع يعني المركز والكلام ده احنا ان شاء الله عايزين ننافس على مركز متقدم في الدوري، بخصوصا احنا عندنا فرقه كويسه جدا السنه دي واداره كويسه الحمد لله موفر لنا كل حاجه، فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله. سريعا كده قبل برضه ما اعرف معطلك ضيوفنا بس في الاستوديو،
كابتن كريم حابين يشاركوك بس الاسئله. كابتن كريم ضيفك انا بس مش هو مش سؤال بس انا شايفين الحقيقه الاداء بتاع مهاب اداء هايل. احنا توقعنا ان كابتن حماد صدقي مديله راحه وفي نفس الوقت مفيش ضغوط عصبيه عليه يعني لان احنا شايفينه بيتحرك براحته جدا. هل فعلا كلامنا صح ولا بس ده عايز اسال ايه العلاقه ما بين اللعيبه او ما بين مهاب وكابتن حماد صدقي؟ كابتن نادر بيقول لك يعني عايز اعرف حريه الحركه اللي كنت بكلمك فيها من شويه والعلاقه بين مهاب وبقيه اللعيبه، يعني شايف في حريه حركه؟ هل دي تعليمات من كابتن حمدي؟ هو يعني كابتن حماده في الحته بتاعت نص الملعب دي طبعا انا ساعات لما ببقى في نص الملعب بيبقى في حريه حركه بيننا احنا الثلاثه، بنعمل يعني ترحيل ساعات الكوره ما بتيجي، ساعات مثلا اللي بيخلص الهجمه بيرجع يعني المكان اللي ما خلصش الهجمه كده، وبرده لما بلعب في الحته اللي قدام استلي مثلا لما بيلعب تحت دوده شويه فانا بطلع على الطرف شويه كده، يعني بنلعب حسب الهجمه فين، بس انما مفيش لا مركزيه ما بيننا الحمد لله ودي برضه تعليمات من كابتن حماده. فبرضه كابتن حماده عامل لنا حاجه كويسه، مريح الفرقه كلها، يعني مثلا عشان مش كل واحد طول الماتش هيفضل يعمل سبرنتات مش هيقدر يكمل، فمثلا واحد بيعمل سبرنت بيكمل في كوره فاللي تحته بيغطيه كده، يعني مثلا احنا يعني انا ودودو وستالي وحسام عرفات لما بنكمل هجمه من ناحيه معينه الناحيه الثانيه هو اللي بيخش يقفل، وطبعا في نص الملعب نفس الوضع، لما مثلا رؤوف مثلا بيكمل او المرغني بيكمل انا بكمل هم بيستنوا شويه، هي بتبقى بينا كده، وبرده في التمرين برده بنتمرن عليها كتير يعني. بس في اي اسئله ثانيه يا كابتن كريم وضيوفك؟ لا بشكرك يا محمد وشكر لنا مهاب ومبروك الفوز النهارده وان شاء الله بالتوفيق في اللقاءات القادمه لمهاب سعيد وكل لاعبين وادي دجله وطلائع الجيش. نرجع تاني يا كابتن علاء وكابتن نادر وكابتن وليد، وكنت بتكلم مع كابتن وليد بس هاخد سؤال كده سريع منك او ملاحظه انا لاحظتها وبعدين هنطلع فاصل. نادي طلائع الجيش جبت له انا الماتشات بتاعته كلها في بطوله الدوري لغايه دلوقتي، هقول لك انا الماتشات كلها. طلائع الجيش بشكل مستمر، بص بدا مع النادي يعني بيكسب ماتش ويخسر ماتش يكسب ماتش ويخسر ماتش، بدا مع النصر بفوز كبير في اول اسبوع 5-0 وبعدين خسر من الزمالك 6 في الاسبوع الثاني، وبعدين اتعادل مع الداخليه 2-2 وبعدين كسب سموحه 3-2 وبعدين خسر من الحرس 1-0 وبعدين كسب المصري في بس ماتشين ورا بعض كسبهم، كسب المصري 4-2 وكسب المقاصه 6-1 جاب 10 اهداف في ماتشين، وبعدين رجع تاني خسر من الجونه على ملعبه على ملعب طلائع الجيش، وبعدين راح كسب بتروجيت وبعدين خسر من ام بي 3 وبعدين كسب اتحاد الشرطه وبعدين خسر النهارده من وادي دجله 3. نتائج غريبه جدا، تذبذب في الاداء، يعني مره تلاقيه عالي قوي مش ايه بيخسر واحد ولا لا، يكسب 3 4 ويخسر 3 مش فاهمها. ده شيء طبيعي؟ لا شيء طبيعي جدا لتغيير المديرين الفنيين كل شويه. النهارده طلائع الجيش مغير كام مدرب؟ 3 ثلاث مدربين، مسك ريجار ده في الاول خالص في كام مباراه اللي هو بتاع اسيوط اربعه وبعدين كان اربعه لان كده لعبنا احمد العجوز بس كسب ماتش وكسب لا ليه فكر مسك لا مسك ماتشين، مسك الماتش اللي كسب فيه 6-1 والماتش اللي بعده اللي احنا قلنا الكابتن طلعت كان بيتفرج فوق وقاعد ماتش كسب 6-1 كان المقص ايوه وبعدين خسر من الجونه 3 ايوه المباراه اللي خسر فيها من الجونه 3 دي كان احسن بكتير وكان يعني سبحان الله الجونه كان بيلعب على الهجمه المرتده وطلائع الجيش كان رائع في الملعب لكن من ثلاث مرتدات المباراه هربت منهم وقلنا حتى الكابتن طلعت استغلينا السوبر الرائع ده حقيقي لا بيعرف يكسب بص بيعرف يكسب وفي اخر بس معلش يكسب النهارده معلش مرة ملعبه معلش خلاص لكن انت لو اتفرجت على المباراه دي طلائع الجيش كانوا يعني كل دقيقه رايحين لمرمى الجونه وكان هم اقرب للمكسب لكن من واحده مرتده من نص الملعب قدر يحرز الهدف الاول بعد كده الجيم فتح بقت كل المرتدات خطره جدا على طلائع الجيش فملاحظتك رائعه يعني الجونه فعلا بيلعب بره ملعبه لانه بيلعب جيم مقفل وبيلعب على الهجمه المرتده فبيبقى كويس على الجانب الاخر الجيش ما ينفعش اغير اربع مدربين في 10 ماتشات ولا في 11 ماتش وعايز الاداء يبقى ثابت كل واحد بيحط فرقه مختلفه عن اللي قبليه كل واحد بيحط تكتيك وبيحط استراتيجيه وتوظيف مختلف تماما فهتبص تلاقي في لعيب زي عرف السيد مثلا كان فظيع مع الكابتن الفلاني مثلا مع كابتن انور سلام وهداف الدوري جه بعد كده راح فطس هتلاقي شهاب ما بيلعبش وبعدين لعب هتلاقي معتز ينو كان مره متالق هتلاقي احمد شديد قناوي بيلعب في مكان وبعد لما يجي مدرب تاني يلعبه في مكان تاني يجي مدرب تالت يلعبه في مكان تالت وهكذا طبعا مساله بتبقى صعبه ودي اللي بتديك
مؤشر تذبذب في المستوى. فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض لقاءات النهارده في الدوري المصري. تعادل ايجابي مصر المقصه والجونه 2-2، فوز كبير لاتحاد الشرطه على الداخليه 4-1، مفاجاه النهارده وفوز نادي النصر 2-1 على الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه، وايضا فوز وادي دجله على فريق طلائع الجيش 3-0، وفوز الاسماعيلي على دمنهور 2-1. هنرجع نكمل مع كابتن علاء ميهوب وكابتن نادر السيد وكابتن وليد صلاح. نسبة تهديف عالية جدا في أول خمس لقاءات في الأسبوع، 13 18 هدف يا كابتن علاء في خمس ماتشات، يعني بما يعادل ثلاث أهداف وواحد من عشرة أو اثنين من عشرة وشوية في كل مباراة، نسبة عالية جدا طبعًا. لسه طبعا ما كملناش الأسبوع 13، لكن النهارده أول خمس ماتشات 18 هدف، طبعا نسبة أكيد مرتفعة جدا وحلوة. دايما المباريات من غير أهداف مهما كانت حلاوتها تحس ناقصة حاجة، أو أهم حاجة بمعنى أصح إنك دايما عايز أهداف، حتى الناس الجمهور نفسه بيستمتع لما يكون في أهداف. وغزارة الأهداف أنا بحب أتفرج على مباريات فيها أهداف كتير قوي، ممكن بتتكلم عن أهداف، بتشوف أهداف جت إزاي وكده، في حاجات بتبقى حاجات كويسة جدا أساس. يعني النهاردة ثلاث أهداف أنا عاجبني جدا كلهم، إحنا متفقين هم كلهم بنفس المكان أو في نفس الأماكن اللي لعب عليها كابتن حماد، لكن حلوين، فيهم شغل عالي جدا. ومهاب قال كلمة حلوة الوقت في الكلام، إن كابتن حمادة يعني عامل حته لا مركزيه في الاربعه اللي قدام، وكنا حتى بنتناقش فيها انا وليد، يعني لعيب كده مش بطبعا ذكر اسماء بيبذل مجهود جامد جدا بس وبيتعب بسرعه، فاهم؟ لكن يعني الاربعه بتوع الدجله حماده موظفهم بشكل ممتاز، الاربعه يكملوا وراه من غير اي تعب خالص يا كريم، مهما نجري ومهما عمل سبرنتات ومهما يعني شايف، تحس ان دايما الاربعه فيه حيويه في اللعب، اهداف كلها حلوه قوي، كوره عرضيه ممتازه، والراجل السيد سالم ده باك ليفت ممتاز عجبني جدا. هيخسروا نادي وادي دجله في ماتش الاهلي، واكتر حاجه انا متاكد ان حماده زعلان عشانها السيد سالم. ليه؟ مع احترام الكامل لاحمد عبد الرؤوف طبعا ممتاز وعامل شغل هايل في نص الملعب، لكن احمد المرغاني ممكن يبقى جنبه اسلام ممكن يسدوا الفراغ اللي هيسيبه رؤوف، لكن السيد سالم الحته دي يا كريم هو شغال فيها دفاع كويس قوي، وبعدين حماده بيعتمد عليه اعتماد شبه كامل في الناحيه الشمال في التكمله الهجوميه، بيكمل كويس قوي، رجليه الشمال ممتازه، الكورسات او الحاجات العرضيه بيعملها حلو قوي، مجهوده ممتاز، بيعرف ازاي يعمل هجمه، امتى يقف، امتى يتحرك، حتى التغطيه الدفاعيه بيعملها كويس قوي. فانا متاكد ان يعني لو جبت حماده على التليفون دلوقتي انا متاكد ان حماده اكيد زعلان من جواه على عدم وجود السيد سالم، لكن احمد عبد الرؤوف زي ما بقول لك في اسلام عادل واسلام متمرس في المنطقه دي، واعتقد ان هو مادي موسم كويس، بس برضه احمد عبد الرؤوف قوه لسه نص، ما انا بقول لك مع احترامي يعني لما يجي يلعب قدام حسام عاشور قدام محمد رزق في ماتش الاهلي، لا احمد عبد الرؤوف يعمل فرق تقيل، لكن تقيل حته دفاعيه كويس قوي، انا بتكلم على الحته الهجوميه اللي ممكن هيعملها سيد سالم، مهما هيلعب مكان سيد سالم اكيد هيبقى فيه فرق. اللي انا عايز اقوله وعايز اشيد بيه فعلا، احنا كنا بالظبط يا كريم انا وانت من اسبوع و10 ايام كنا جايبين كابتن حماده على التليفون وكنا بنتكلم، وفريق دجله مش مظبوط وكده، لكن هو ماتش بس بتاع الماتش على فكره عملوا ماتش المقاولين مش قوي كويس وكسبوا، ما انا بقول لك وعملوا ماتش النصر وحش كويس واضح، بس بعد كده النهارده رجعوا تاني، هو ده المدرب يعني هو ده المدير الفني، وقبل ماتش المقاولين وقبل ماتش النصر كانوا عاملين اداء ونتائج. بص بدون انا يعني انا مش من وادي دجله، لكن انا من الفرق اللي بتمتعني حاليا في الدوري وقاعد اتفرج عليها وادي دجله، فريق ليه شكل ليه منظر في الملعب، الحته الهجوميه بيعمل حلو بيحصل مع سموحه السنه بالظبط، يعني ده تبين ان لا انت عندك مدرب كان في فرقه وراح فرقه تانية وعمل بصمته شغل كويس. يعني بصمته يعني وليد دلوقتي بيقول لسه البصمه ما عملهاش كابتن طارق، لا كابتن حماده ما شاء الله الفرقه اللي بيروحها بيعمل بصمه وبصمه، الراجل فاهم كويس قوي، واللي عاجبني فيه كمان ان بقى هادي، انفعالاته بقى هادي جدا، هو هادي على طول كابتن حماده، لا كان زمان كان زمان 10 سنين ده انا عشت عمري ده كويس ايام اللعب، لا لكن صدقني التدريب هادي لا صدقني لا حتى صدقني. مع كابتن حسن شحاته في المنتخب لا كابتن علاء من الضغوط في سموحه كان مضغوط على طول من المهندس فرج عامر ومجلس الاداره في ضغوط عليه، لكن هنا الامور هاديه مفيش ضغوط، حتى مهاب بيقول لك بيعاملنا مفيش ضغوط بارتياحيه، ودي دي يعني عايز اقول لك صفه ممتازه، اي مدير فني يبقى عنده الصفه دي يعمل كل الشغل. انا دايما بقول المدير الفني حابب لعبتك فيك، انا دي قاعده عندي،
تحس ان اللعيبه كلها عايزه تعمل كل اللي انت بتطلبه عشان هم عايزين يخلوا شكلك حلو. وواضح ان كابتن حماده معاه امكانيات فرقه ممتازه ممتازه فعلا، وبحييه جدا على شغله النهارده، وبقول لوادي دجله انا بتمنى عن نفسي دايما اشوف الاداء ده بتاعكم. كابتن نادر، كلنا سعداء بوادي دجله، وفي نفس الوقت وادي دجله دلوقتي بدات تحط نفسها او النادي يحط نفسه في الفرق اللي هي بتتنافس على الدوري، رغم ان هم ضيعوا نقطتين مهمين جدا مع النصر. كانت ممكن دلوقتي تخليهم اول مع نادي امبي، بس نتيجتهم النهارده هل يقدر، انا بقى سؤالي، هل يقدروا يكملوا كده الدوري؟ يعني هل اللعيبه عندها العقليه والنادي عنده العقليه ان هو فرقه ويصدقوا نفسهم ان هم فرقه بتنافس على الدوري فعلا، خصوصا ان هم بيلعبوا ماتشات جامده مع الفرقه الكبيره كمان؟ يقدروا، لان الحقيقه خلينا نكون واقعيين ان امتى تقدر؟ لما تكون عندك الامكانيات او قدرات، سواء كان امكانيات اداريه، وما بتكلمش على الماديه، بتكلم على امكانيات اداريه في نفس الوقت امكانيات فنيه ومن حيث المدير الفني، وفي نفس الوقت كمان قدرات اللعيبه. وانت عندك في فتره يناير ممكن كابتن حماده يكون عنده رؤيه معينه في كمان تدعيم لو هو شايف ان يكون في تدعيم. طيب هروح للاستاذ عز حسين نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري. طبعا يعني سمعت اخبار وقريت اخبار كتير على الانترنت والمواقع ان كابتن حسام تعب شويه بعد المباراه بتاعت النهارده، وكان في حاله كده يعني تعبان شويه كابتن حسام حسن، فعايز اطمن على كابتن حسام، وانا عرفت ان هو حضر المؤتمر الصحفي لمده دقيقتين، وبرضه اشوف فكر النادي الاتحاد السكندري بعد الهزيمه النهارده من نادي النصر 2-1 في استاد اسكندريه، بيفكروا ازاي في المرحله القادمه. ازاي كابتن عز؟ يا اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. الله يخليك يا كابتن عز، يعني طبعا هارد لك النهارده، ولكن اكيد الهزيمه دي ليها ردود افعال عنيفه في اسكندريه. طبعا هي يعني بقيه اسكندريه حزينه، هزيمه غير متوقعه، كان المفروض ان احنا ناخد دفعه قويه للامام، لان نفسينا بنرجع ورا شويه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني سمعنا كابتن حسام كان تعبان شويه والتزم في اوضه اللبس حوالي نص ساعه ساعه الا ربع بعد المباراه، عايزين نطمن عليه، وفي نفس الوقت نعرف انتوا برضو اتكلمتوا معاه اسباب الهزيمه، اتكلمتوا في الفتره القادمه ايه اللي ممكن يحصل في الفتره القادمه؟ انا عارف ان في تمسك من نادي الاتحاد بالجهاز الفني والكابتن حسام حسن. هو كابتن، هو بعد المباراه حسام يعني جات له يعني زعلان انه بيبذل جهد كبير مع اللعيبه، واللعيبه مش قادره تديله اللي هو عايزه. فالضغط ارتفع عنده، فاستعنا بالطبيب بتاع الفريق، عطاله شويه، عطاله محلول وعطاله كام حقنه كده عشان ينزل له الضغط. وقعدنا معاه حوالي ساعه بعد المباراه، والحمد لله فاق ورجع على الاوتيل يعني الحمد لله كويس، والدكتور برضه برفقته هناك ان شاء الله يعني. طب هل هيكون في عقوبات على اللعيبه؟ اتكلمتوا مع الجهاز في حاجه معينه الفتره القادمه؟ شايفين الفتره الجايه ازاي؟ يعني برضه عايزين نعرف هل في قرارات ضد الجهاز الفني ضد اللعيبه، برضه نبقى عارفين ايه اللي بيحصل في الاتحاد السكندري. والله يا كابتن كريم، احنا اتعودنا، او مجلس الاداره اللي انا بنتمي اليه اتعودنا احنا لما بنجيب جهاز فني، مدير فني هو اللي بيبقى في ايده مطلق الحرية في الاختيارات، بيبقى فيه مطلق الحرية بالنسبة للائحة اللاعبين أو مشابه ذلك. فاللائحة في لائحة فيها عقوبات، طبعا ما ينفعش اللي احنا شفناه ده يعدي من غير عقوبات، لكن احنا كمجلس إدارة مش هناخد قرارات عنترية إلا بالرجوع والتنسيق مع الجهاز الفني. ده من جانب. من الجانب الثاني طبعا كابتن حسام متعاقد معانا، كابتن حسام يعني ما ينفعش يسيبنا دلوقتي، فهو الراجل انا يعني سمعت برضه حاجه كده بعد الماتش، وحد قالها لي من مراسلينا في استاد اسكندريه، ان كابتن حسام هو نفسه يعني كان بيفكر ان هو يقدم استقالته لمجلس الاداره، واعتقد اتكلم مع حضرتك في النقطه دي. هو اتكلم معايا، وانا قلت له ان الكلام ده مرفوض، انت طالما بتبذل جهد فالنتيجه دي على الله. فطبعا يعني اتكلمت مع كابتن ابراهيم اكتر ما اتكلمت مع كابتن حسام، واتكلمت مع الجهاز. وان شاء الله ما فيش اي مشاكل، وانتهينا ان كابتن حسام نكمل. طبعا انا بتكلم الكلام ده دون الرجوع عن مجلس الاداره اللي بياكد الكلام اللي انا بقوله، لان احنا كمجلس اداره كلنا واخدين قرار ان كابتن حسام من المدربين الاكفاء، الجهاز كله جهاز محترم، فلازم يكمل معانا، بيعمل فرقه جديده. الفرقه الجديده دي فيها حوالي 6 من ناشئين النادي، ودي حاجه بتبسطنا جدا جدا جدا. محتاجين دعم شهر يناير قريب، كابتن حسام يختار بقى اللي هو محتاجه للفريق، واحنا كمجلس اداره ان شاء الله ندبي له طلباته، والامور تمشي وتستقيم وتبقى كويسه جدا. الاتحاد عنده ماتشين صعبين ورا بعض، ماتش طلائع الجيش الاسبوع الجاي او في نفس الاسبوع يوم الاربع، وبعدين ماتش الاهلي. شايف الماتشين ازاي حاج عز؟ وفي نفس الوقت الاتحاد طالع من هزيمه النهارده امام نادي النصر،
وماتشين صعبين. احنا عندنا ميزة في جمهور الاتحاد ان جمهور الاتحاد بيوقف اي فرقة بسرعة، يعني بكرة او بعد بكرة هتلاقي الجمهور رايح الاستاد بيهتف للعيبة بيحفزهم بيودعهم هم نازلين القاهرة. طب ما احنا الاسبوع اللي فات لاعبين مع المقاولين، والمقاولين فرقة تعتبر يعني اجمد من النصر اضعاف. انا مش عاوز اقلل من قيمة نادي النصر، نقدم مباراة جيدة بالنسبة لنادي النصر بهني على الفوز، لكن طبعا انا بدور على نفسي انا كنادي الاتحاد. لا الماتش قوية معانا احنا كنادي الاتحاد بتبقى اسهل لنا، يعني ماتش الاهلي اسهل من ماتش النصر، والكلام ده يعني ما فيهوش غرابه، لان في ماتش الاهلي اللعيب بيبدع عشان يبان، واللعيب بيبقى مرتاح نفسيا، يعني هيسال اذا خسر من النصر، لكن لو خسر من الاهلي ما بيسالش، فبيبقى مرتاح نفسيا الى حد ما في اداء هذه المباريات. ان شاء الله الفرق تقدم ماتش كويس، وان شاء الله نمشي كويس، وان شاء الله كابتن حسام وابراهيم اللي هم عاوزين يعملوه مع فرقه نادي الاتحاد يعني يحققوه، من ان هو بيعمل لنا فرقه كويسه فرقه جديده، وان شاء الله الامور تستقيم يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عز حسين رئيس نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري. ليكوا تعليق على الكلام اللي قاله الاستاذ عز؟ لا هو انا بس تعليق، طبعا في قرار طبعا يحترم ان هم عايزين يستقروا مع الفريق، انما انا مش بكلم على الاتحاد، انا بكلم بشكل عام. الحقيقه مقوله مش برضو باكد مش نادي الاتحاد، بكلم بشكل عام، مقوله ان مجلس الاداره يسيب مطلق الحريه للمدير الفني يفعل كفاية ما يشاء في الفريق، فهي مقوله الحقيقه او مبدا لحد ما مش مبدا، في امور كتير جدا سلبيه، لان وارد جدا ان مدير فني يجي في بدايه الموسم ويختار يمشي 10 لعيبه ويجيب 10 لعيبه، وبعد كده بعد ماتشين المدير الفني يمشي. يعني ما اي قرارات في بناء فريق او في شراء وبيع فريق ده بيكون خطه عامه بالنسبه للفريق، انما ما بتكونش مرتبطه بمدرب. ممكن المدرب يقول انا محتاج مركز او اثنين او ثلاثه، انما ما ينفعش ان هو يتحكم كيف ما يشاء المدير الفني في فريق. والحقيقه دي مقوله قديمه قوي قبل الاحتراف، لانك انت بتشتري لعيبه بفلوس وبتسيب اللعيبه بدون مقابل، وبتشتري لعيبه تانية بفلوس. يعني ممكن لو احنا بنتكلم على ميزانيات معينه، فطبعا الاستاذ عز بيتكلم بشكل محترم جدا على كابتن حسام وكابتن ابراهيم، وده شيء نحترمه، انما بتكلم على مساله او مقوله انك انت المدير الفني يفعل كيفما يشاء. ما هو ممكن المدير الفني ده بظروف معينه ما وفقش في الفريق، فبالتالي انت بتجيب لعيبه وتمشي لعيبه، وبعد كده في الاخر المدرب يمشي. يعني مع كابتن حسام ان هو يقول للاستاذ عز حسين بعد المباراه اللي انا عايز استقيل؟ لا هو دي حاجه طبعا بتاعه الكابتن حسام نفسه او بتاعه الجهاز، هو ممكن يكون حاسس ان هو مش لاقي نفسه مع الفرقه، او ممكن يكون حاسس ان هو بيدي تعليمات كتير وبيدي مهام كتير وما بيتنفسش منها حاجه، دي حاجه بتاعته. لكن انا اقول لك الصح ايه؟ الصح احنا قلنا ان كل مدير فني على الاقل دور كامل مع كل فرقه عشان بصمته تبان، دي حاجه. الحاجه الثانيه بتفق مع كابتن نادر مليون في الميه ان انا لازم احط استراتيجيه ليا كنادي من قبل المسابقه ما تبتدي، انا عايز اكون فين. وكمان كان النادي الاهلي دايما يمشي على 3 4 محاور في جزئيه اللعيبه. انت ما ينفعش كمدير فني تيجي مثلا تقول ايه لا مش عايز اللعيبه دي كلها، لا انت ليك دي القايمه بتاعتك، لاعب اللي تلعبه وما تلعبش ما تلعبش اللي ما تلعبوش، وعندك فتره انتقالات اولى اللي هي في يناير تقدر تاخد بقى واحد، عايز تدعم باثنين حسب ما القايمه بتاعتك تسمح للتدعيم علشان الفرقه تبقى اقوى من كده. بس كابتن علاء الاتحاد في خطر؟ هو مش خطر جامد قوي، هو خطر في ترتيب الوقت يا كريم، لان المشكله الاتحاد نادي جماهيري جامد جدا، اكيد شعبيه بعد الاهلي والزمالك ووليد طبعا. يعني اسكندريه طبعا اسكندريه هو نمره واحد طبعا، ودايما جماهيره وراه على طول، ودايما جماهيره عايزينه في احسن مكان. والمشكله هم دايما بيقارنوا الاتحاد زمان كان الاتحاد فرقه جامده جدا يا كريم جدا، فهي المشكله ان مفيش خطر في الاتحاد في الترتيب، هيكمل وكده، لكن المشكله حاليا هي الوقت. انت بعد اللي بيحصل في الاتحاد ده الحلول ايه؟ زي ما نادر بيتكلم وليد، طب الحلول ايه؟ هل حسام بيقدم استقالته؟ هل ده حل؟ انا من وجهه نظري مش حل. هتجيب لسه مدرب تاني وفاهم، وانت اللي قاله وليد على الجيش، ويبدا مدرب يبدا يشوف هيلعب مين وطريقته ايه وكده، هنا بقى الخطوره. انا رايي ان تحصل قعده مع كابتن حسام، اكيد مع الفرقه، حسام مع يعني الجهاز مع الفرقه بس، ويبدا يتكلم معاهم حسام، شوف هو ايه القصور عند الفرقه، بس يتكلم بهدوء. يعني حسام اكيد النهارده هيروح هيهدى، حسام اصلا من نوعيه الناس اللي هو
عشان متقوق ما بيحبش يخسر عشان هو متعود على كده، هو اتربى على كده، هو متربى على مكسب. هي مشكلته المشكله منتخب مصر والاهلي والزمالك، هو متربي في النادي الاهلي على مكسب هو في الناشئين، فدي بتتولد فيك يا كريم. اما بتطلع حتى بتبقى مدرب بيبقى كل مهما مسكت فرق حتى لو فرق حتى لو فرق صغيره بيبقى انت كل همك انا عايز اكسب، ما بتعيش مع الوضع الفرق، انا عايز اكسب بس. فهي دي مشكله حسام. بيحب المكسب وحاجه جميله جدا طبعا. يعني هي الحل ان هو يقعد مع اللعيبه؟ لا، الحل يقعد مع اللعيبه يشوف ايه المشكله كويس. الحل الثاني مجلس اداره يقعد مع حسام وحسام يتكلم معاهم، انا في يناير عايز كذا كذا كذا. كويس، ده حصل كويس، هو ده اللي يحصل. لكن حسام يمشي الوقت وكده اعتقد حاجه مش مظبوطه طبعا. طيب هروح لمصطفى عفروتو لاعب نادي دمنهور، وفي نفس الوقت يعني عفروتو النهارده مش عايز اقول بقى ضيع ضربه الجزاء والكلام ده، لكن هو كان موفق قبل كده وكسب نادي دمنهور وعمل شغل كويس جدا. لكن النهارده كان النادي دمنهور اعتقد لو كان اتعادل مع النادي الاسماعيلي كانت فرقت وكانت هتبقى نقطه ايجابيه جدا لنادي دمنهور. ازيك يا عفروتو، هارد لك النهارده. السلام عليكم كابتن كريم. وعليكم السلام. بمس على كابتن علاء وكابتن نادر وكابتن وليد صلاح الدين. هارد لك يا عفروتو النهارده. الحمد لله جت، الحمد لله على كل حاجه. يعني طبعا انا عارف انت اكتر واحد زعلان، كان نفسك النهارده تسجل ضربه الجزاء وتهدي نقطه لنادي دمنهور، ولكن عايز اعرف ايه يعني. انا ما شفتش ضربه الجزاء بصراحه، انا ما شفتش انت ضيعتها ازاي، ولكن ايه الاسباب من وجهه نظر يعني من وجهه نظرك انت؟ هل انت كنت بتفكر بدات تفكر مثلا في اللي انت هتمشي خلاص في شهر يناير فدي خدت من تركيزك شويه، ولا انت مركز مع نادي دمنهور والنهارده سوء توفيق بس ضاعت ضربه الجزاء؟ عايزين نعرف عصام صدها ولا لا؟ والله كابتن طلعت فوق. انا طبعا يعني عايز اوضح للناس واوضح لكل الناس اللي في دمنهور طبعا، عشان الناس فاكره ان انا ماشي في يناير وانا لا خالص. الناس بتاعت دمنهور ليها كل الاحترام وناس محترمه، والناس دي مصطفى عفروتو كان في وقت من الاوقات بعيد، والناس دي هي اللي جابتني والحمد لله تالقت معاهم زي ما حضراتكم بتقولوا. فعمري الحمد لله اللي انا ما اتخلى عنهم في الفتره دي، ومش معنى ان انا ضيعت ضربه جزاء ده وارد، ده انا لسه العب تاني ولسه هضيع ولسه هجيب. القصه مش كده كابتن، القصه كلها اللي انا بحترم التيشيرت اللي انا لابسه، وانا قلت لهم ان اداره نادي بتروجيت تتفاوض مع النادي بتاعي، والنادي بتاعي ليه كل الحق في كل حاجه هو يقولها. ده انا اتكلمت مع استاذ ايهاب عبد الله، واتكلمت مع الجهاز الفني كابتن محمد عمر وكابتن محمد نور. فالقصه كلها محسومه بالنسبه لي، النادي دمنهور هو الاول والاخير، وهو اللي ياخد القرار اللي هو عايزه. عايزين نقعد معاهم لاخر السنه اقعد معاهم لاخر السنه، عايزيني اقعد معاهم لحد يناير وادخل لهم فلوس في يناير اللي هم شايفينه. يمكن انا عمري ما خدت قرار ولا هاخد قرار في اي حاجه. انت عارف يا كابتن يعني الحمد لله الحمد لله، يعني الواحد ماشي كويس مع نادي دمنهور. انا النهارده طبعا ربنا ما وفقنيش في ضربه الجزاء، بس الحمد لله يعني بحمد ربنا انا عملت الجون الاولاني. فالحمد لله يعني انا مركز الفتره دي مع النادي، وقلت الاداره ليها الحق في كل حاجه هي عايزاها. عفروتو كنتوا تستحقوا نقطه التعادل النهارده مع الاسماعيلي، ولا انتوا شايف ان النتيجه عادله؟ الاسماعيلي كمان سمعت ان هو ضيع فرص كتير النهارده. لا والله يا كابتن، انت عارف طبعا بتلعب فروقات وامكانيات في الملعب، وبتلعب نادي كبير بحجم نادي الاسماعيلي، فطبعا لازم تكون عامل حسابه. واللي احنا نطلع بالماتش كده اكنه مكسب لينا، اللي انت بتلعب فرق كبيره والحمد لله بتسجل فيها وبتبقى ند ليها في بعض الاوقات في المباراه، فدي بتتحسب لينا احنا. كانت هتفرق طبعا، كنت جبت ضربه الجزاء كانت هتفرق معانا. نادي الاسماعيلي طبعا ضيع كتير جدا، فهو يعني هو انت عارف يا كابتن، هو عدم توفيق وبيبقى ساعات توفيق، هم ما عرفوش يستغلوا. فالحمد لله يعني عملت الجون الاولاني لمحمد ناصر والحمد لله جبناها، وكنا ممكن نجيب تاني وضربه الجزاء، بس نحمد ربنا يعني الحمد لله. عفروتو معاك علاء. عفروتو ازيك يا عفروتو؟ اولا طبعا سيبك من ضربه الجزاء، يعني كل عظماء العالم مش في مصر بس ضيعوا ضربه جزاء، فخلي دي على جنب. اللي عايز اقوله بس وده بتكلم فيه، انا متابع تمارين مشطتك كلها ما شاء الله، مجهودك على طول دايما ممتاز، بتحاول تخدم الفرقه كويس قوي. موضوع حته انك راجل اناني او حاجه من دي خالص، بتبذل اقصى حاجه عندك في مع فرقتك بغض النظر دمنهور او غير دمنهور، ودي ميزه فيك. واللي عايز اقول اللي عايز بس يخليه في دماغك كويس قوي، زي ما انت بتلعب، انا اتفرجت النهارده انا كابتن وليد على شويه كده ماتش الاسماعيلي، ما شاء الله مجهودك هو وبتحاول تعمل كل حاجه. لكن اللي انا عايز اقوله، انسى موضوع بتروجيت وان انت مش ولائك لدمنهور ولا حاجه خالص، اللي انا عارفه وعارفه عنك كويس ان انت ولائك للي انت معاه دلوقتي، واتكلمت معاك الاسبوع اللي فات، وده كده عفروتو طول ما انت في الملعب ابذل اقصى جهد عندك،
وانا عارف ان انت ان شاء الله الفتره الجايه فتره كويسه جدا، وكلامك عجبني جدا، انت تحت امر ندى منهور، كلامك ممتاز واكيد الناس هتقدرك كويس قوي. موضوع ضربه الجزاء المره الثانيه انساه خالص، بتحصل وان شاء الله دايما نشوفك في الاحسن. ربنا يخليك يا كابتن، شهاده كبيره طبعا من حضرتك، وان شاء الله يا كابتن ابقى عند حسن ظنك ان شاء الله، والدك للناس كلها ان شاء الله اللي انا حاجه كويسه باذن الله. عفروتو عايز بس اسالك على حاجه، قرينا طبعا قرينا في المواقع قبل مباراه الاسماعيلي ان حصل مشكله المستحقات الماليه، واللعيبه يعني استغلت الفوز الاخير وبداتوا تطالبوا بالمستحقات بتاعتكم، ورئيس النادي راح جاب لكم المستحقات من جيبه هو الشخصي. هل انت بتتكلم مع رضوان يوسف وكباتن الفرقه واللعيبه الكبار ان يعني مش ده الوقت المناسب ان انتوا تطالبوا مستحقاتكم، ولا وجهه نظرك ايه برضو في الجزئيه دي تحديدا؟ لا والله يا كابتن، هو الراجل طبعا ليه كل الاحترام رئيس النادي، هو الراجل قعد معانا قال لنا اسبورو يوم كان الشيك اللي هيخش بتاع السبونسر بتاع النادي كان هيدخله الشيك، وكنا هناخد الدفعه من البث تقريبا، فكانت في بعض اللعيبه طبعا انت عارف يا كابتن عليها التزامات، فما كانش ينفع نستنى. فالراجل يعني نشكره طبعا وبشكره من خلالكم اللي هو جاب لنا الفلوس للبيت، وكل واحد قبض يعني، احنا ما خدناش المكافاه بتاعت الماتش كمان، ومش مش بنفكر في المكافئات، انت عارف يا كابتن لعيب الكوره دايما بيبقى عليه التزامات، فبيبقى غصب عنه الحته دي. واحنا الحمد لله لما بنطلب حقنا بنطلب حقنا، يعني مش بنتكلم في الاعلام ولا بنتكلم في اي حاجه، انت عارف كل نادي في مليون مشكله وفي ظروف والخاصه بس القصه كلها يا كابتن، يعني انت عارف الاعلام بيكبر المواضيع دي. لا احنا بالعكس، يعني انا عايزكم تاخدوا بالكم عفروتو ان انتوا عارف انت يعني فريق جماهيري، نادي جماهيري. أيوة. نادي دمنهور، وبتلعب باسم يعني جماهير عريضه جدا، فخدوا بالكم من الحته دي مع الكابتن محمد عمر، حاولوا توصلوا لها الحل مع رئيس النادي، اجتماع يعني تتحل الجزئيه دي. والله يا كابتن احنا بنعمل كده على طول، وكنت عايز اقول لحضرتك النهارده والكباتن طبعا اللي كابتن محمد عمر ما كانش متواجد في الماتش، كان تعبان. عارفينه كان تعبان عنده برد. فكان تعبان، يعني هي كانت الظروف كلها كانت ضدنا برضو، يعني احنا ما فيش ماتش بنلعبه مثلا وما بيبقاش فيه ظروف بتبقى كلها معانا، بالعكس كل حاجه بتبقى ضدنا، فاكيد برضو المدير الفني لما بيبقى موجود بيبقى ليه تاثير كبير جدا طبعا في رؤيه المباراه. مش عايز اقول مبررات، يعني احنا في الاول وفي الاخر بنلعب نادي كبير، يعني ما محدش يقدر يلومنا طبعا، الحمد لله كل الناس بتشكر فينا وكل الناس بتقول الخطوه ايجابيه، نادي دمنهور بيلعب كوره محترمه، ودي بشهادتكم انتوا، يعني انا ما بسمعش اي حد تاني، ناس معينه، انا بسمع رايكم انتوا، وانا اللي بستفاد منكم انتوا، يعني سواء انا بلعب او ما بلعبش انا بثق في الناس اللي هي الناس المحترمه، الناس اللي بتفهم كوره. يمكن عمري ما فكرت ان انا اتفرج على اي حد اخد منه معلومه او اخد منه اي حاجه غير من خلالكم انتم. الله يخليك يا عفروتو، بنشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمه. فاصل سريع ونرجع نكمل الجزء الاخير من ستوري التحليلي لقناه النهار النهارده ولقاءات الدوري الممتاز. بنطلع سلامه يعني، وده اللي احنا عايزينه. اهم التعليمات كابتن حماده الصيدي النهارده، يمكن المباراه اللي فاتت طبعا انتوا اتفرجتوا عليها كويس، طلع الجيش كسب نادي الشرطه، ولكن النهارده انتوا كنتوا تفوقتوا على الحمد لله احنا لعبنا باتزان وفي سيستم في اللعب، يعني فريق الجيش اعتقد كان متحفز شويه، كان خايف من الماتش، يعني كان بيلعب بطريقه دفاعيه، اعتقد ان احنا كان عندنا دفاع هجومي لين المباراه على ملعبنا، وهمنا جدا ان احنا نكسب، خاصه ان احنا عندنا مباراه جايه مع النادي الاهلي، مباراه صعبه. الحمد لله احنا كنا موفقين وقدرنا نجيب جون وقدرنا نعززه الشوط الثاني بجون ثاني وثالث. الحمد لله يمكن بدايه الماتش يعني احنا الحمد لله ماشيين كويس جدا، تعادلنا الماتش اللي فات كناش كويسين، النهارده الحمد لله من اول الشوط الاولاني الناس لعبت بروح كويس قوي بتنظيم، تعرف الفرق الكبيره لما تكون منظمه بتبقى الامور صعبه على الفريق الثاني، فالحمد لله احنا كنا منظمين النهارده، بنلعب بقلب جامد، قدرنا نخلص الجيم في الاول، فبحمد ربنا سياس نقاط مهمين في مشوارنا، تعرف الطموح بيكبر، المسؤوليه بتكبر، اما بتكسب ماتش الامور صعبه عليك بقى تخش في ان انت يعني لازم يبقى الطموح يكبر للثقه، فالحمد لله. لكن احنا يعني للاسف هنفتقد الماتش الجاي اثنين لاعبين مهمه زي سيد وعبد رؤوف، لكن ان شاء الله الناس الموجوده يعني تسد الفراغ ده وربنا يكرمنا، انت عارف هتلعب النادي الاهلي نادي كبير عنده نشاط انتصارات، فربنا يكرم ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله. الله الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عملنا ده النهارده ماتش كويس ومحترم فريق الجيش، فرقه كويسه جدا ولاعيبه خبره، بس احنا احترمناهم واتفرجنا عليهم كويس، ومعانا جهاز فني محترم ومجلس اداره محترم جدا،
والنهارده الحمد لله قدرنا نذاكرهم كويس وطفقنا عليهم في الملعب. والنهارده الحمد لله يعني شايفين ماتش كويس وان شاء الله احنا عندنا هدف ان احنا نوصل احسن من كده. عندنا نلعب على الدوري ان شاء الله السنه دي، الدوري سهل جدا، مفيش حد يعرف مين ياخد الدوري السنه دي. 3 نقاط النهارده في مركز التالت، دي حملكم مسؤوليه اصعب كل ماتش، ان انتوا عايزين تحطوا نفسكم في مركز كويس وتنافسوا اكتر. اكيد طبعا الضغوط هتبقى اكتر من كده، واحنا معانا مجلس اداره مش متاخر عنا في حاجه، وكل ما بنكسب كل ما الفرقه بتبقى في مستوى احسن، وان شاء الله احنا وادي دجله فريق كبير واسم نادي كبير طبعا، وان شاء الله يكون احسن من كده ان شاء الله في المركز الجديد.